السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الارسنال، خلينا من البلان وهاي ولنا ولنا والشعر منا بنهربوا شوية. وين ارسنال على اعتاب حلم يعني اللقب، وهي كاين ست اسباب تضعهم يعني على اعتاب هذا الحلم. وين يبدو حلم الاقرب من اي وقت مضى بالنسبه لنادي ارسنال والجماهير العريضه التي لا تستطيع كتابه يعني مشاعر النشوه وفريقها متربع على الصداره المريحه في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز. مع انتهاء عام 2022 يتصدر ارسنال عرش البريمير ليج بفرق 7 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه يعني نادي مانشستر سيتي الذي تعثر مجددا أمام إيفرتون. الناس اللي كانت تهدر وين أرسنال افتقد زعامة الإنجليز منذ 2004 أي قبل 19 عام كاملة، ولكن مؤشرات الآن جميعها مشجعة كي يحقق أرسنال لقب الدوري رقم 14 بتاريخ نادي اللندني. هناك عدة أسباب يعني اللي غادي نشرحوا يعني ترشح كفة أرسنال كي يحقق البطولة التاريخية المنتظرة. العنصر المفاجأة، يستفيد أرسنال من عنصر المفاجأة، فالفريق لم يكن مرشح أبدا للمنافسة على الدور، وهو ما أعطاه الأفضلية في مباغتة الفرق الأخرى والتي لم تحسب له حساب الأبطال مثل ما يفعلون مع مانشستر سيتي وليفربول. توازن العنصر، يمتلك أرسنال تشكيلة متوازنة جدا وإن وصلت لأعلى درجة التوازن هذا الموسم. خط الدفاع شهد تجانس كبير بين الفرنسي ويليام صليب والبرازيلي غابرييل، وفي الوسط وصل السويسري شيرار تشيك ونقولوا مستوى هذا الموسم، ومثله صانع الألعاب النرويجي مارتين. وفي الهجوم انتقل غابرييل خيسوس مثل إضافة ومثل إضافة قوية ساندت المتألقين يعني ساكا وغابرييل مارتينيلي. انتقالات مدروسة خاطش علاه نقول لكم تعقلوا ذاك بو كلبه والمخنث يدير لك هاك ارتيتا ماشي مدرب، ارتيتا غادي يبشر، ارتيتا راح الارسنال، ارتيتا غادي يا ودي رد الفوق الناس تقرا تحاسب لونتيلا المقدس تاعك، الناس تكون منتخب انديه صنع نادي اول لقب تاعو دا كاس محلي وخبصه يخدم أو يخدم على البطولة. ناس يجيبوا لاعب من يجيبوا لاعب من يجيبوا خاطر كاين اللي يقول لك هو هذاك نادي، لا شوف كيفاش كانت الانتقالات مدروسة. حنا هذا المقدس تاعكم اللي نتوما تاعكم يعني عنده لعابة في أوروبا يلمو كان قادر يجيبو، بصح كان يحوس على سليماني يحطم الرقم القياسي تاع تصفوت. انتقالات مدروسة، بالرغم من انتقادات مبدئية أسكتت إدارة أرسنال جميع وأثبتت أن صفقتها كانت في محلها، وأبرز كانوا المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس والظهير الأوكراني يعني قادمان من منافس مانشستر سيتي، كلهما أثبت أهميته في التشكيلة بالإضافة لاستعادة ويليام صليب من إعارة ومنحه مركز أساسي. توقف كأس العالم، وين أرسنال يعتبر من الأندية التي استفادت كثيرا من فترة توقف للمونديال بسبب عدم مشاركة معظم لاعبيها المؤثرين في البطولة، وبذلك عودتهم للموسم بجاهزية تامة على عكس بقية الأندية الإنجليزية الكبرى. فخط الدفاع والحارس كانوا جميعهم احتياطيين في المونديال أو لم يشاركوا أصلا أما بقية، فشاهدنا مشاركة
تشيك يعني وساكا في البطولة، بينما ظل الآخرون يتحضرون للعودة الموسم. وين يتميز أرتيتا؟ وين يتميز المدرب الإسباني أرتيت بامتلاكه صفات مشابهة لمواطنه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وذلك بسبب عمله تحت إشراف هذا الأخير لسنوات. تلك الفترة أكسبته خبرة ودهاء بدأ الآن يطبقها مع أرسنال بعد أعوام من تقديم الأداء الجميل دون بطولة. أرتيتا أو بيب الصغير قد يكون خصم لأسوأ الأسوأ بالنسبة لغوارديولا، لأنه أكثر يعني فهم أسلوبه وتفكيره، وهو ما يجعله سلاح خطر جدا في سباق الدوري. ضعف الآخرين، ويشهد هذا الموسم تراجع ملحوظ في المستوى المنافسين على اللقب الدوري، فأندية ليفربول، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي غير مقنعين حتى الآن. هذه الظاهرة أتاحت لأرسنال فرصة للتقدم في الترتيب وخط الصدارة مبكرا والاحتفاظ بها، رغم المصاعب الطريق لازال طويل جدا على أرسنال لتحقيق الحلم، خاصة وأننا شاهدنا 40% من الدوري الإنجليزي الممتاز والمتبقي 60% أو 22 يعني مباراة، مما يعني أن احتمالية سقوط وإرادة يعني إرادة الجد لن تكون حتى الآن. فالأرسنال تضرب بلا تراجع والآخرون يسقطون. احنا المهم جبنا لكم هذه على أرسنال، ونشوفوا بلي أرتيتا شو كي كان كيجيب مدرب يعني، وجاب خيارات يعني، وجاب نقولوا بلي التوازن، ويدير توازن العناصر، انتقالات اللي دارها كانت مدروسة، عنصر المفاجأة، توقف كأس العالم، يعني غوارديولا الصغير، نقولوا بلي هذا غوارديولا الصغير. الناس اللي تخدم شو كيفاش خدمة دراسة ماشي زعقة. بعد كانوا هادو كانوا عندنا حلايا يعايروا أرتيتا. أيوا أرتيتا لما كبير أرتيتا أرسنال محرز دار رسالة أرتيتا، قال له سوف يعني نشتاق إليك. ثم هذوك الناس اللي كانوا يهضروا الهضرة تاعهم قاسوها محرز، قاسها لهم في الطواليت. هذه قال له شدخلكم بها، شتو شدخلكم، هذه هي شدخلكم. صعب هذه الهضرة ما يشوفوهاش على بالك، الهضرة اللي تضرهم وما بيسمعوهاش. شوف وهذا الهضره هو هذا الهضره ما يسمعوش على ديك. نقول لكم بلي يا ودي ناس تخدم في صمت. ثم أرتيتا شتو منهم الخطأ دير لك محرز في التشكيله الاساسيه اللي يرد على أرتيتا. يا ودي أرتيتا ما انت كنت بالكم بلي أرتيتا خاوتي، هذيك أرتيتا ما ضحكش خاوتي، انت بالكم هذاك المخنص جاب لكم واحد 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 المصطلح قضب واحد الدراري مساكين ولا يحلوا في عينيهم تولوا عايشين بها. شنو تيقول لك هذيك محرز ارتي الاخر ديبرين ما متش الخمسه المحرز بمركا، هذيك منا هذيك من انا بالك واحد المصطلح جابوا لكم كيما المصطلح تاع المنتخب الوطني يخسر غير بالمؤامره، يخسر بالمؤامرة، واللي يهضر على اللوترينر راهم يديروا له في المؤامرة، ولا خسرنا مؤامرة كيما جابوا لكم السحر، قال لكم يا ودي السحر والجنون. شو كيفاش استخدم خويا باي توصل خدم، هذه هي باي توصل خدم سهلة مهلة، خدمة هي اللي توصلك. قرا ضروك 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 على بالك بلي باش تخدم باش تقرا باش تخدم لازم تقرا كلش قراية،
بقات هذه تاع محرز يضربها الدور تدخل له، وانا نقول تكتيك عالمي بقاش هذه خويا. ناس فاقت شو ارتي تدو دو المثل على ارتي تدو. بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معاكم بجديد. وميشي ابوني يدخل يابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. صحيتكم.